كم سعر هذا الاسد؟ هذا سعره تقريبا يتراوح 8000 9000 دولار. زين هو والانثى؟ والانثى ما تصير 15000 دولار. 15000 دولار. طيب منو يشتري هذا الاسد؟ هذول يشتروا يعني عندهم حدائق حيوانات وهاي ياخذوا متزه، متزه هذا تسوي. واكو واكو الناس لا تاخذه عندهم مزارع يبزون بزرون من عندهم. ايش قد عمره حاليا؟ عمره تقريبا سنه وثمان اشهر. يعتبر هذا كبير بالعمر؟ لا بعد صغير مو كبير. زين صارت عندكم حالات انه الاسد ينقض على لا ما المربي مالته؟ لا ما في شيء، يعني تشوف التسييم مالته يعني مو ذاك القوي. لا من يطلع برا؟ لو ما يطلع برا؟ لا ما يطلع برا، داخل قفص يعني، بس اكو مربيهن يعني بالبيوت وهاي، هن هذا جبناه من ولد يعني من البصره واليف عليه هو مربيه.